بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلب مني بعض التلاميذ أن أعطيكم جدول للمراجعة، ممكن قد اختلط عليكم الأمر فاحترتم في طريقة المراجعة، لذلك سأعطيكم فكرة وجدول للمراجعة في سائر الأيام. طبيعة الحال الجدول هذا ليس بالضرورة أن يتحقق 100%، لكن إذا حققت منه ولو 50% فأنت في طريق النجاح بإذن الله تعالى. أفضل من أنك تنتظر ربما لا تكون لك شهادة، ربما وربما وربما والوقت يضيع. نبدأ بالجمعة غدا إن شاء الله، الجمعة يعني الوقت الذي وضعت فيه أنا هذا البرنامج. الجمعة يوم للراحة، ابقى مرتاح. السبت حفظ دروس التاريخ والجغرافيا، يعني قم بالحفظ إلى غاية أنك تحس بالملل. ممكن أنك تختار بعض الدروس التي تظهر لك بأنها سهلة، المهم أنك تقوم بالحفظ، المهم أنك تقوم بتثبيت بعض الدروس وبعض التواريخ في ذاكرتك ولا تترك هذه المادة هكذا ضائعة. بالنسبة للأحد، حل تمارين الرياضيات. الرياضيات هذه أفضل طريقة للمراجعة، حل تمارين باعتبار أن معامل الرياضيات كبير كبير جدا، والتدرب على مواضيع اللغة العربية كذلك، اللغة العربية معاملها كبير، لذلك سنركز عليها جيدا في وسنكررها في هذا البرنامج. طبيعة الحال اللغة العربية بحل مواضيع سابقة، ممكن أنك تلجأ للكراس أثناء حل المواضيع السابقة، وبالتالي هذه طريقة للمراجعة، مراجعة الدروس في نفس الوقت الاعتياد على المواضيع. الاثنين مراجعة الفيزياء، حفظ بعض القوانين، مراجعة الدروس، وكذلك التدرب على حل مواضيع الفرنسية، يعني بعض المواضيع السابقة لأخذ بعض القواعد ممكن أنها تتكرر، ممكن أنك يعني تثبيت بعض النقاط. بالنسبة للثلاثاء، مراجعة مادة العلوم الطبيعية وكذلك بعض تمارين الرياضيات. نلاحظ أننا الرياضيات قد كررناها. بالنسبة للأربعاء، حفظ التربية الإسلامية، اختر ممكن أنك تحفظها بالترتيب، ممكن أنك تختار بعض الدروس، بعض الآيات أو بعض الصور، المهم أنك تقوم بالحفظ بتثبيت بعض المعلومات. مجرد ما أنك تجد أنك غير قادر على المراجعة توقف عادي، لأن الوقت يعني الوقت كافي للمراجعة إن شاء الله تعالى، وهذا لا يعني أنك تتماطل، لأن الوقت كذلك في نفس الوقت يمر بسرعة. كذلك حل مواضيع في اللغة الإنجليزية. بالنسبة للخميس، حفظ التربية المدنية واختياريا حل مواضيع اللغة العربية أو الفرنسية أو معا. الجمعة كذلك راحة، وكذلك السبت راحة. الأحد حفظ دروس التاريخ والجغرافيا وكذلك مع الفيزياء، حل تمارين فيزياء بعض التمارين. الاثنين حفظ التربية المدنية وحل تمارين الرياضيات وبعض مواضيع للغة العربية. ثلاثاء مراجعة العلوم الطبيعية ومواضيع اللغة العربية. كي نقولوا مراجعة العلوم الطبيعية هنا، حل وضعيات، حل كذلك تمارين العلوم الطبيعية، ضروري جدا أنك تراجعها بالوضعيات، لا يكفي أنك تقوم بحفظ ما هو موجود في الكراس فقط، هذا لا يكفيك لتتعود على طريقة طرح الأسئلة. الأربعاء حفظ التربية الإسلامية وحل مواضيع اللغة الفرنسية والإنجليزية، يعني ممكن أنه موضوع فقط في الفرنسية وموضوع في الإنجليزية وحفظ التربية الإسلامية بعض الصفحات. الخميس مراجعة العلوم الطبيعية، يعني بعض الأوراق فقط، كذلك الفيزياء وحل بعض التمارين الفيزياء كذلك وحتى الرياضيات. الجمعة راحة والسبت راحة. طبيعة الحال هذه المراجعة تكون لا تكون بالضغط، إنما تكون اختيارية، ممكن أنك تغير بعض المواد، ممكن أنك بعض الأيام لا تستطيع أن تراجع فتركها وعوضها في اليوم التالي. مازالت أمامكم إن شاء الله فرصة تقريبا تقدر بثلاثة أشهر. وأخيرا
قناة جنة العلوم تتمنى لكم حسن المراجعة لتحقيق النجاح في شهادة التعليم المتوسط. فالنجاح لا يكون بالنوم ولا يكون بالتمني ولا يكون بالتسويف. ابدأ بالمراجعة وتوكل على الله عز وجل. وأتمنى لكم التوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.